استاذ مجدي، عايز ارجع تاني لقصه، مش هقول انقراض لكن اختفاء شويه فن تمام. المونولوج. تفتكر السوشيال ميديا ليها دور؟ طبعا الكوميكس، يعني الكوميكس لسه الكوميكس اللي بينزل، والجيل كمان عايز حاجه غير الجيل اللي كان موجود بيسمع المونولوج زمان. يعني دلوقتي الكوميكس دلوقتي دمهم خفيف جدا، يعني ممكن يا صاحبي ومش عارف ايه والحاجات الكوميكس دي كلها. لو انا طلعت على الستيج في حفله فيها التينيج اللي هم المراهقين اللي هم بيقعدوا على السوشيال ميديا، يقول حاجات شبه كده وتاكل معاهم يا ما اقولش. فهو السوشيال ميديا اثرت جدا، كمان التيك توك وكل الحاجات الكوميدي، الفيديوهات دي تلاقيهم كلهم شباب عندهم 18 20 25 بالكتير قوي. دمهم خفيف، دمهم خفيف ولهم اسلوب جديدة. مش محتاجين ان حد يضحكهم، هم بيضحكوا نفسهم، الا اذا حد ضحكنا اكتر ما احنا بنضحك نفسنا. طب ودي تعملها ازاي بقى؟ يعني بتقولي اذا ما كنتش اقول حاجه تاكل معاهم، ازاي تعمل حاجه تاكل معاهم؟ اولا بالمزيكا اللي احنا داخلين بيها، لازم ما عادش المزيكا بتاع زمان. يعني اسماعيل ياسين كان مزيكته كلها جاز، يعني كان كله توزيع اندريا رايدر وعلي اسماعيل، النحاس والحاجات الجامده دي. انما اليومين دول مثلا الاورج بقى بتاع الشعبي وا 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 وا. لما ينفعش ان ده يبقى شغال مثلا قبليه مطرب شعبي زي الليسي او وانا ادخل بمزيكا اقل منه. فالمزيكا لازم تكون في اقل. بمعنى ايه بس؟ واحده الباور كده قديمه، الباور بتاعها نفس الاورجات اللي موجوده، نفس الفرقه اللي موجوده، هي لازم تكون بتاعتي. الحاجه الثانيه الماتيريالز اللي بقوله لازم يكون شبه الكوميكس وشبه الحاجات اللي هي الشباب اللي بيحبوها وممكن يستوعبوها. يعني والستاند اب كوميدي، انا دمجت الستاند اب كوميدي بالتقليد بالمونولوج. يعني احنا الفقره مثلا، احنا عايزين يعني عايزين نتوقف شويه عند الستاند اب كوميدي، بس انا عايز اعرف الاول انت ازاي بتدمج يعني وريني مثال مثلا. ما هو الستاند اب كوميدي، الفرق بين الستاند اب كوميدي والنكته ان النكته بنقول مره واحد، انما الستاند اب كوميدي انا بقول انا مره حصل لي، يعني اللي هو الموقف حصل لي انا وبحكي وفي نفس الوقت بنتقد. يعني تجربه شخصيه مثال. لازم تكون بقول مثال فيه عن حاجه، يعني مثلا عايز اتكلم مثلا على الفرق بين الخطوبه والجواز مثلا. طب ما تقول لنا ايه الفرق بين التليفونات بتاع الخطوبه بيبقى كاتبها مثلا ايام الخطوبه كاتبها ماي لاف بيبي مش عارف ايه، بعد الجواز على طول يقوم كاتب البيت، المفتش الجماعة. كرومبو الجماعه، اي اسم غيرها يعني. تليفونات الخطوبه برضو تلاقي بقى رن منه كده، هو بقى ايه الو مساء الخير، مساء النور، انت فين يا قلبي، انت فين يا روحي، انت فين يا وحشني، لا انا بشيش وبلعب استيميشن وهرجع الفجر. بترجع الفجر يا ابني يا روش، بعشق روشتك، بموت في روشه، انت كريتني معاك في كل حته. وبقول لك ايه، لما رن عليك افتح عادي، انا عامله باقه. لا يا روحي خيرك موجود وبتاع ومش عارف ايه وبتاع. مكالمه الجواز بقى طبعا بتفتحها عليا ليه؟ ما انا اللي هطلب هنا وهنا من اولها. انا في اي داهيه، انا في اي مصيبه، انا جاي، اللي هو الدنيا بتختلف طبعا، بيبقى الموضوع طويل بالحركه ده الستاند اب كوميدي مثلا، ان انا اعمل الفرق. طب ليه ما هم دول اللي انتوا اتجوزتوه؟ الرقصه مثلا، الرقصه السلو، بعمل مثلا الرقصه السلو اللبناني في فرحه، بيرقص يقول لها شو هالفستان بيخطف العقل، هيا روحي اخيرا اكتب، بيقولوا كلام جميل. المصري لما بيرقص مثلا معاه يقول لا النقطه لو باتت مع عمك مش عمطول حاجه، خلي بالك. شوف اخوك جايب كام واحد، البوفيت نسف، اهو خلاص اتكتمي بقى، اتكتمي بقى. تقول له طب ايه رايك في الفستان؟ جاروه هيرجع، جاروه هيرجع، ايه دي؟ يعني بعمل الفروق بين ده وبين ده مده طويله يعني في الستاند. فالحاجات دي هم لابسينها وعايشينها.